السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة، سلام رمضان. فيديو جديد معاكم بنتكلم فيه النهاردة عن بعض الخدمات اللي بنقدمها للعملاء بتوعنا. شركتنا وشركتكم اسمها مصر الحضارة للتصدير والتخليص الجمركي والشحن. عنوان شركتي في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان مدينة صناعية اللي معرفهاش في جمهورية مصر العربية، تتبع لمحافظة الشرقية وتبعد عن محافظة القاهرة بحوالي 60 كيلو متر. بنتكلم النهاردة عن بعض إجراءات التصدير الجمركي وعن الخدمات اللي شركتنا بتقدمها. أولا، شركتنا عمرها في السوق التجاري ما يقارب من 20 سنة، والحمد لله يعني خبرة كبيرة بفضل الله عز وجل في جميع أشكال الشحن والتصدير والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، سواء لحساب الغير او لحسابنا الخاص بينا. هنتكلم النهاردة في بعض الاشياء، ورقم واحد بعض الخدمات، وبعد كده هنتكلم عن بعض الاجراءات في التصدير المهمة جدا للناس المهتمة بمجال التصدير وعايز يستفاد. الفيديو بتاعنا لا يتجاوز ال7 دقايق، اللي حاول يستفاد منا، اللي اول مرة يتعرف علينا يعني يا ريت لو تضغط على زر الجرس وتفعل الاشتراك في القناة وتضغط على اللايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. شركتنا متخصصة في مجال التصدير والشحن الدولي، الحمد لله عندنا مندوبين في جميع مواني جمهورية مصر العربية. بفضل الله عز وجل بنصدر لأغلب الدول المجاورة لنا كدول عربية، وبنصدر لأوروبا، ومصدر لأمريكا، الحمد لله بنصدر للصين نفسها. هتقول له بيصدروا للصين ليه؟ صدر لها الصين والله بعض المنتجات يعني، ولكن ربنا يكتب الخير ان شاء الله. عندنا بعض خدمات الشحن في الشحن البري مهمه جدا، وخدمه عاليه قوي ومحترمه جدا لعملائنا في دوله ليبيا. عندنا نقل داخلي خارجي طبعا من مصر لليبيا ومن ليبيا لمصر. لو حضرتك مصري وعندك بعض المنتجات في ليبيا وعايز تجيبها مصر، عندنا فريق عمل من العجل اللي هو سواء الجامبو او العجل الكبير موجود الحمد لله، مش خاص بينا ولكن بنستاجره من الغير، ونقدم لك خدمه كويسه جدا بدايه ما ناخد البضاعه بتاعتك من ليبيا هناك لحد ما توصل مصر هنا، شامله اجراءات التخليص الجمركي كلها، او على العكس اذا كان من مصر الى دوله ليبيا. يعني لو حضرتك ليبي وبتحب الخدمات دي، عندنا طبعا برضو اجراءات نقل داخلي من مصر للسعوديه، اسعار محترمه جدا واسعار ممتازه جدا بالنسبه للشحن المبرد اكتر من 15 سنه. الحمد لله عندنا مجموعه من البرادات المحترمه وسواقين محترمين جدا ذو كفاءه عاليه، الحمد لله عندنا تواصل مع بعض مكاتب التخليص الجمركي في السعوديه، ممكن نوصل لك المنتج بتاعك لحد بيتك او لحد مخزنك زي ما حضرتك حابب. طيب، عندنا برضو نفس النظام من الشحن البحري، طبعا اسعار ممتازه نقدر نوفرها لك لكل خدمات الشحن البحري. نوفر عندنا برضو حاجه مهمه قوي في الاونه الاخيره، اللي هي حته الحصيله الدولاريه، الناس اتكلمت فيها كتير قوي، متاح وموجود لو حضرتك راجل مستورد وما عندكش صادر ومحتاج توفر حصيله دولاريه، محتاج ده متوافر عندنا. تقول لي ازاي؟ اقول لحضرتك بنقعد مع بعض وبنقدر نوفر لك الموضوع ده، بنصدر باسم شركتك بعض المنتجات الخاصه بينا، وفي توقيت قصير جدا لا يتخطى الشهر بكون وفرت لك حصيله دولاريه باسعار محترمه قوي للشغل اللي حضرتك عايز تستورده من الخارج. عفوا. بيتوفر لدينا شراء بعض السلع لبعض العملاء من الخارج وللعملاء الجادين، لان في ناس كتير قوي بتكلمنا، ولكن في ناس بتستفسر، في ناس بتعمل دراسات جدوى، لكن القليل اللي بينفذ. فلو حد بينفذ شغل نقدر نشتريك المنتج. بشتري لك ازاي؟ طبعا عن طريق خبرتنا وتعاملاتنا مع شركات كبيره قوي مختلفة في مدينة السادات، في مدينة العبور، في مدينة 6 اكتوبر، في مدينة العاشر من رمضان، كل المدن الصناعية بفضل الله لنا تعاملات مع شركات مختلفة، وعندنا داتا بشركات كتيرة قوي سواء في مجال الملابس او الاغذية او المفروشات او اي شغل بفضل الله. بالنسبة للناس الليبيين اللي بيستوردوا افران بلدي من مصر، عندنا الحمد لله دايرة علاقات بمجموعة تجار وشركات بتصنع الافران البلدي اللي هي مدورة بخطوط السير بتاعتها، بكل ما يستلزم خطوط الانتاج من الافران البلدي دي، مطلوبه جدا في ليبيا، موجود عندنا متوافر واسعار محترمه قوي بنوصلها لك لحد عندك. عندنا مجموعه شركات ملابس محترمه قوي بنصدر منها لاوروبا، مش هقول لك للدول العربيه. وبالذكر طبعا لما نتكلم عن الملابس، في بعض الناس بتصدر ملابس لفلسطين ولدوله ليبيا، والتصدير ده بيكون عباره عن شغل طبعا اللي هو التجميع،
للدول الاثنين دول. فبتلاقي عند التاجر من دول لو حد عنده مخزن بتلاقي عندك مجموعه من الملابس يكون معبيها في اجوله، وطبعا عشان تقدر تصدر الشغل ده وتطلعه بطريقه محترمه بقول لحضرتك كصاحب مخزن لازم ما تستلم الشوال ده من عميل معين، بتكتب عليه الرقم بتاعه بتكوده وبتكتب الاصناف الموجوده فيه بالقطعه بالظبط، لو في 5 اصناف بتكتبهم 10 بتكتبهم، وما تيجي تتعامل مع المخلص الجمركي بتديله داتا كامله بيه اللي موجود عندك في الشواله بتاعتك، يبقى عندك لو انت البلده رقم 1 مكتوب عليها الشوال رقم 1 في كذا، الشوال رقم 2 في كذا، الشوال رقم 3 في كذا، بتكون بالتوصيف بالظبط عشان يقدر يفرج عنه المخلص الجمركي ويخلصه في الجمرك وما يوقفش فيه المينا النهائي، سواء انت مصدر ليبيا يقف في السلوم او مصدر لفلسطين يقف في منفذ العوجه او رفح. طبعا بالذكر منفذ في العوجه ورفح واقفين دلوقتي نظرا للظروف الموجوده، واذا موجود شغل باذن الله عز وجل لما بيفتح المعبر بنقدر ان شاء الله نتواصل معاكم اللي حابب يتواصل معانا. واخواننا الفلسطينيين بالذكر على راسنا من فوق، اي حد محتاج منتجات من مصر على راسي من فوق بوصلك بالشركه مباشر، مش محتاج منك اي عموله ولا اي حاجه خالص، يكفينا ان احنا نعمل لك اجراءات الشحن والتخليص الجمركي فقط لا غير، ونجيب لك اسعار محترمه وممتازه قوي دواء عشان خاطر قضيتنا الفلسطينيه، فلازم نخدم اخواتنا الفلسطينيين على قد ما نقدر. اللي حابب يتواصل معانا بوصل بحضرتك بالمعلومات اللي بنقدر نعمل. عندنا طبعا بعض الشركات، شركات البن اللي هو موجود في بعض الشركات محترمه قوي، شركه بتاعت صديق لينا في التجمع الخامس محتاج بن طبعا ما شاء الله حاجات على ذو جوده عاليه قوي ومحترمه قوي، لو حضرتك في مصر هنا او في دوله اجنبيه عندنا موجود طبعا مصنع متخصص وعنده كل اجراءات التصدير الخاصه بيه. بالنسبه للاستيراد عندنا مصنع محترم قوي في التجمع الخامس بتاع صديقنا المهندس هشام، المهندس هشام خالد بن وليد، موجود طبعا استيراد زيوت من دوله روسيا، عنده مجموعه زيوت محترمه قوي للمصريين موجود في مصر هنا اللي حابب يتواصل معاه بنوصلك وبندي لك رقم التليفون بتاعه. وطبعا عندنا نتكلم طبعا دلوقتي على بعض الحاجات المهمه قوي والمعوقات اللي بتقابلنا نتكلم فيها السيد رئيس مصلحه الجمارك، عايزين بعض يا ريس بعض المرونه والليونه في اجراءات التصدير، ما بقولش لحضرتك لا يعني ان احنا نتجاوز القانون او احنا نساعد على التهريب، ولكن بعض الليونه والمرونه. حضرتك انا لما بشتري بعض الافران البلدي من السوق التجاري او بعض المكن الخاص بتقطيع الازاز او تقطيع البلاستيك، كل شغل موجود معمول في ورش في مصر الحمد لله، بقى في ورش بتعمل الكلام ده ومصانع بتعمل الكلام ده، مش لازم حضرتك تجبرني بالماده 40 اللي هو تنازل وسجل صناعي، او حضرتك ما نخلص لها جمرك هنا في سواء في مدينه بدر جمرك بدر الجاف او جمرك بدر الجاف بالادبيه ان هي تقف في السلوم والاخوه والزملاء هناك يعملوا بعض المعوقات لوقف الشغل. عايزين بعض الزملاء في المنافذ النهائيه حضرتك بتساعد زميلك في المنفذ التاني اللي قبليك الامل اجراءات تفتيش الجمركي على الشحنه، حضرتك ما توقفش الشحنه بتاعته الا اذا كانت مخالفه. طيب بالذكر لو احنا عندنا مخالفه في ميناء نهائي صدرنا شغل من جمرك العاشر او بدر الذهبيه او بدر الجاف او اي ميناء داخل مصر في اكتوبر ورايح طبعا بورسعيد راح اسكندريه راح السلوم رايح اي مكان وفي بعض المشاكل فيه وقف في الميناء النهائي زي بعض الملابس بتقابلنا فيها المعوقات، وانا قلت الكلام ده بخصوص عشان شغل الملابس وقف الشغل حضرتك لقيت فيه بعض المخالفات او حضرتك مفيش فيه باكنج ليست مفسر لبعض المشكله اللي قابلتنا لمنتج زي صنف عربيه ملابس وقفت في السلوم والاخوه والزملاء وقفوها هناك على راسنا من فوق، ولكن حضرتك يا ريت لو بنتكلم ان اجراءات العدول يا فندم ما دام مفيش مخالفه حتى لو كانت المخالفه 5000 اللي هي مخالفه اجراءات يبقى العدول من الميناء النهائي، مش لازم حضرتك العربيه ترجع لميناء التصدير الاول وترجع تفض السيول والاختام فيه، لان ده طبعا بيوقف العربيه وبيعطلها وبنعطل طبعا المصدرين، واحنا لا عندي كتاجر او مصدر لما يخسر فلوس هي الدوله اللي خسرت، ما دام حضرتك كمنفذ نهائي ليك ان انت الحق ان انت تفض السيول والاختام على العربيه وتجيب جواب من جمرك التصدير لا مانع لديه من العدول عن التصدير، حضرتك تقدر تصدر تسلم مندوب صاحب الشأن المنتج بتاعه او المشمول بتاعه وتفض الاختام والسيول وتبعت البوصله واذن الافراج لجمرك التصدير عن طريق البريد. وبكده بنكون اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي احنا كنا حابين نتكلم فيها النهارده، في فيديو هينزل بعد ده على طول هنتكلم فيه عن اجراءات تاسيس شركه استيراد وتصدير، وده حاجه ناس بتسال فيها كتير قوي
هنقول لك عليها حضرتك تقدر تعملها ازاي برضه في فيديو 5 دقايق. يا ريت لو تتابعونا، واذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك، وهنسيب رقم التليفون للتواصل واتساب والاتصالات من بعد الساعه 5 مساء حتى العاشره مساء. بشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.